مين هلا الحلوة؟ عم هلا مين الحلوة هي؟ ما بدنا نعطي كثير تفاصيل. لا لا جد هي ندى، ما هي؟ ندى هي اللي شو؟ يا سلام شو هي؟ مستحية هالقد شو هالحلا ها؟ شو هذا؟ هذه اللي شهر شيء قلنا لهم بسبتمبر حنتجوز. لحست لك عقلك؟ وين لحست لك عقلك؟ متى؟ لك يا عم انت دائما بخليني استحي. وين وين؟ والله بستحي. وين؟ شو الموضوع؟ ما يعني شو بدي اقول؟ مين بيحب الثاني اكثر؟ اختلفنا مين يحب شفت؟ شفت؟ اختلفنا مين يحب الثاني اكثر؟ انت اكثر؟ الله طيب اسمع حاسألك سؤال بس مو بهذا البوست باللي بعده. اوكي ماشي؟ اوكي موافق؟ اوكي مشاكل. سؤال تفضل. عندك 6000 مليون غنية شو بتهديها لندى الغنية؟ اي واحدة؟ كل الأصايل بعطيها كل الأصايل؟ لا غنية شو واحدة تبع قصر الشو شايف فيكي ام اولادي؟ اكيد اكيد. لا ما لا يا هي يا هي شو؟ اه يا هي يا هي اليوم كنت عم بلعب قصر الشو. اليوم الشو لا ما بتحبها انت كمان. ايه شو هي؟ الله عليك تعزف لها بعد شوي؟ ايه بنعملها على البيانو. اوكي كم؟ تابعونا اليوم ستجونا ما يسركم. ما كنت تطلع على السوشيال ميديا؟ لا لا ابدا. ليه؟ كمان بيني وبينك الحكي ما في عارف انا ما حتطلع هلا بس تنتشر قديش قلت لي كم يوم؟ كم واحد بس كم واحد كمل بس بيني وبينك انا ومرتي والعيله وبيت حمايلي قاعدين على قد وين حمايلي؟ قاعدين ما شفتهم هلا قاعدين تتجوزوا؟ اذا الله رد مثل ما قلت بمنتصف ايلول سبتمبر. والله حتجيب اولاد خلص برنامجي لانه كمان هلا عم اشتغل عندي. هلا هي اهم من برنامجك مو هي اهم؟ هي اهم مو الحب بس نقدر نتحرك شوي. قلت لي اي غنيه راح تهديها؟ شايف شو اسمها هي دي؟ تصيبي انت؟ هلا اسمع هلا هاي اللي مدهورته هاي يا عيني يا ويلي قويه.